تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذه أجمل التحيات مني، محدثكم محمود يوسف العلي، ومعنا في التنسيق ميرا الغفلي، وفي الإخراج المتألق دائما بنوح أيمن سرحيل. اليوم عندنا في التقديم بعد كذلك دكتورة بدرية الحربي. صباحك الله بالخير. صباحك النور والسرور محمود، صباحكم حب وإيجابية أعزائي المستمعين. نذكركم بأرقام التواصل 600-54-41 وعبر الرسائل النصية 4006. حياكم وشاركونا. حياكم الله، ودائما نعيش هذه الأجواء الرياضية الإيجابية الجميلة التي تعيشها إمارة دبي ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا العرس الرياضي الذي أطلقه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المتمثل في تحدي دبي للياقة. طبعا دكتورة، تحدي دبي للياقة يشارك فيه كل أفراد المجتمع. مركز ملتقى الأسرة التابع لهيئة الصحة بدبي أيضا يشارك في هذا التحدي بشكل يعني ممكن نتعرف عليه عن طريق الدكتورة سلوى السويدي استشاري طب المسنين ورئيس ملتقى الأسرة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور. يا هلا محمود. صباحك النور دكتورة، كيف الحال؟ هلا بدرية، شخبارك؟ الحمد لله بخير دكتورة. دكتورة، ممكن تعطينا فكرة بس عن مشاركتكم في تحدي دبي للياقة كمركز؟ أكيد أكيد. طبعا في كلمة محمود قالها أنا حبيتها، قال العرس الرياضي. المشاركة طبعا أو التحدي، تحدي الشيخ حمدان الله يحفظه، يستهدف كافة شرائح المجتمع. احنا دائما نقول احنا نطمع او نتطلع الى دمج مسنيننا في المجتمع بشكل ايجابي. انا اشوف ما في احسن من هذه المبادرة علشان ندمجهم بشكل ايجابي وجميل، ويعطي انطباع جميل جدا عنهم لما الناس يجون يشوفونهم يتمرنون. احنا قاعدين نبغز في 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 ذهن الناس صوره المسن النشيط الايجابي السعيد الصحي. اكيد دكتوره. انزين دكتوره، شو انواع الانشطه الرياضيه اللي يمارسها المسنين واللي يعني ممكن تساعدهم بعد الحفاظ على صحتهم؟ احنا طبعا في مركز ملتقى الاسره اصلا من قبل المبادره احنا نقدم التمارين الرياضيه عن طريق وجود قسم الريهابليتيشن او اعاده التاهيل بكافه انواعه، العلاج الطبيعي والعلاج المهني. الحين لما صار عرس رياضي مثل ما ذكرت محمود، صرنا بدل ما نسوي لهم الفيزيوثيرابي داخل غرف مغلقه، حطينا كل اجهزه الفيزيوثيرابي اللي نقدر عليها في الصاله الرئيسيه، وصار كل حد يشارك في الرياضة سواء كانوا كبار السن أو حتى الموظفين أو الزوار أو المتطوعين. اختلف الموضوع واختلفت الفكرة، صرنا لاحظنا أن المسنين اللي كانوا قبل يجون المركز وما يسوون علاج طبيعي تشجعوا لما شافوا أقرانهم بعدين يسوون علاج طبيعي على الأجهزة، صار الكل يتمرن. يعني دكتورة شو صار إلى جنب؟ يعني الانطباع العام للناس الموجودين في المركز شو كان بالنسبة للمبادرة؟ جدا سعيدين، جدا فخورين في الشغلة اللي هم يسوونها. صار ما في عندي مسن مثلا تعرفين يستحي أو يتحفظ أنه يسوي رياضة. ممتاز. الكل اليوم يعني مداوم، البارحة واليوم مداومين أو جايين المركز بلبس رياضة. ما شاء الله. كان دورة ولبس رياضة والكل ملتزم. ما شاء الله، هذا الشيء اللي احنا نطمح له طبعا. بالضبط. انزين دكتورة، يعني هذه الفكرة اللي المركز يعني يتطلع لها تحقيق الشيخوخة النشطة،
بارت او جزء من من الركائز الاساسيه لمنظومه الشيخوخه الصحيه انك تدمجين المسن بالمجتمع بشكل ايجابي. ومثل ما قلت اتوقع هذه احسن طريقه ندمج فيها المسنين بحيث انهم يستفيدون وفعلا يكونون بارت او جزء من المجتمع. صحيح دكتور، تشرف يعني فئه فعلا الواحد يستفيد فيها. صحيح، نحن الحين حتى في الفرجان شفنا اصلا يعني الكثيرين يا قاعدين يمارسون هذه الرياضه، كل واحد ماسك تليفونه وقاعد يحسب النشاط اللي قاعد يسويه. فنحن شاكرين لكم هذه المبادره بالفعل، يعني يعني جزاه الله خير الشيخ حمدان ما قصر معانا يوم اطلق هذه المبادره وحرك المجتمع. نحن نتمنى لكم التوفيق الدائم. دكتوره سلوى السويدي استشاري طب المسنين ورئيس ملتقى الاسره بهيئه الصحه بدبي، وان شاء الله في لنا لقاءات قادمه ونتحدث بالتفصيل عن الخدمات اللي يقدمها المركز. شكرا جزيلا دكتوره. شكرا مع السلامه. طيب الان في دراسه حديثة تقول أن متابعة المباريات الرياضية قد تؤثر سلبا في صحة القلب. سعيد يمكن يقول لك توصلت دراسة حديثة إلى أن متابعة المباريات الرياضية التنافسية مثل كرة القدم، الهوكي، كرة السلة ممكن أن تترك أثرا سلبيا واضحا على صحة القلب. ويقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور باول خيري الأستاذ بمعهد القلب بجامعة مونتريال الكندية، تشير نتائج دراستنا إلى أن مشاهدة المباريات الرياضية قد تشكل مصدرا للشدة النفسية البالغة، مما يزيد بشكل كبير من معدل ضربات القلب. يضيف خيري تكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة على مستوى الصحة العامة، لأنها أظهرت بأن الشدة النفسية المرتبطة بمشاهدة المباريات الرياضية قد تزيد من معدلات الإصابة بحالات قلبية وعائية في تعداد السكان العام. استخدم الباحثون أجهزة خاصة لقياس نبض المتطوعين في أثناء متابعتهم لمباريات رياضة الهوكي، كما قام المتطوعون بالإجابة عن استبيان حول صحتهم العامة وشغفهم بمتابعة مباريات الهوكي. وباستخدام نتائج الاستبيان أعطى الباحثون درجة شغف المتابعة لكل مشارك في الدراسة للمساعدة على توقع الزيادة في معدل ضربات قلبه في أثناء مشاهدته للمباراة. الباحثون شو حصلوا؟ حصلوا بأن معدل ضربات قلب الأشخاص الذين يشاهدون المباريات الحية في الملعب يزداد بمقدار يفوق الضعفين، يعني 110% عن 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 اللي ممكن يشوفون المباريات على التلفون ولا على التلفزيون، يعني ممكن يزداد لين 75%. خيري يقول تشير دراستنا إلى أن نتيجة المباراة النهائية ليست العامل الأهم في تحديد الخطر على صحة القلب، وإنما هو مقدار الحماسة والإثارة المرافقة لمشاهدة المباراة. طبعا نتائج الدراسة ينبغي أن ترفع من الوعي حول الآثار السلبية للحماس الزائد في أثناء متابعة المباريات الرياضية، وجرى نشر نتائج الدراسة في 5 أكتوبر الحالي في المجلة الكندية لطب القلب. هذا دكتور نحن شفنا أكثر من حالة في هذا المجال، تي مثل سكتة قلبية في الملعب. صحيح. شفناها في كأس العالم، شفناها في العديد من الدوريات العربية حتى، وأحيانا نشوف هذا التعصب الكروي وتعصب الرياضي ممكن أن يوصل الواحد لمراحل سيئة، خاصة اللي عنده أمراض في القلب. صحيح صح طبعا اكيد، مثل ما نعرف احنا اللي في هناك عوامل تزيد من يعني سرعه الضربات او نبضات القلب، مو بشرط تكون مثلا امراض خاصه في القلب مثل يعني ضعف عضله القلب او غيرها من الامراض، لكن في هناك عوامل ثانيه مثل زياده نسبه الكافيين مثلا التدخين، حتى الناس اللي يسوون المجهود الرياضي الشديد. انزين، واحد من الأعوامل بعد المهمة التوتر الانفعال، واللي يجي من ضمنهم شو؟ الحماس الزائد والإثارة. جميل. طبعا هذا كله عشان الأدرينالين اللي يرتفع. أدرينالين حلو دكتورة يوم يرتفع. عموما يقول أنا عبيد محمد الحلو لاعب منتخب الإمارات للغولف الناشئين، مستعد أثقف شوابنا وأعلمهم لعبة الغولف. عبيد ممكن يتواصل ويا المركز؟ لا عبيد حتى طرش لي رسالة خاصة على أكاونت الهيئة، خلني آخذ رقمك ومعلوماتك. منو عندنا أبو محمد على الهاتف؟ عنده مداخلة، حياك الله أبو محمد. صباح الخير حبيبي. صباح النور. الله هو فعلا الانفعال أثناء المباريات يؤدي إلى الوفاة،
أمس في الدور الأردني وأثناء سير بو محمد المشجعين. بو محمد قصر لي صوت الراديو الله يخليك عشان أسمعك بوضوح. أمس أثناء الدور الأردني وفي إحدى المباريات انفعل أحد المشجعين على فريقه وتوفاه الله في المدرج. الله يرحمه ويغفر له. أي والله هذا مبارع. كانوا الوحدات والفيصلي يلعبون؟ بتابع المباراة. الوحدات والفيصلي كانوا يلعبون ولا منو؟ الوحدات والله ما أعرف الوحدات والفيصل. المهم في الدوري الأردني مبارح كانت المباراة وتوفى أحد الأشخاص. رحمة الله عليه. أفتكر أنه من مشجعي الوحدات. أنت شو تشجع؟ مين أنا؟ أي أنا والله يا حبيبي ريال مدريد واحد، الأهلي المصري اثنين، الوحدات الأردني ثلاثة. كل عوامل توتر هذه اللي شجعهم كل عوامل توتر. ها أبو محمد جزاك الله خير، شكرا على أنا رياضي أخوي محمود. إيه تفضل حبيبي. أنا زعلان عكرة. ليش؟ من حوالي 10 أيام حاولت أتصل فيك ووصل الأخت ردت علي على التليفون بس مش عارف هي هادي ولا واحد من 10 أيام أو من أسبوعين. ليه؟ لو سمحت الأخ محمود طبيب والله إعلامي باخذ مش باخذ رقمك تحت الهواء أبو محمد، باخذ رقمك من ميرا تحت الهواء وبتصل بك بعد البرنامج دايركتلي. تامر راح أبو محمد على طول ما شاء الله روحته. انزين عموما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل عندنا ابو محمد ويانا خلاص مو مشكله، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل معكم مستمعينا، بيكون معانا استاذ سالم باللاحج بيكلمنا عن واحده من الفعاليات الجميله جدا اللي انا احبها واللي احرص على المشاركه فيها كل سنه، وما ندعوكم ان شاء الله للمشاركه فيها. شو هي الفعاليه؟ بخبركم عنها بعد الفاصل. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأيضا على حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. محمود تدري ان هيئة الصحة في دبي يوم الجمعة منظمة حملة جدا جميلة وهي هدفها التوعية بسرطان الثدي وتحت شعار طواف دبي الوردي، وبمشاركة طبعا عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة. عشان نعرف زيادة عن هاي الحملة ويانا اليوم في الاستوديو ضيفنا المميز الأستاذ سالم محمد باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بهيئة الصحة في دبي. صباحك خير وسرور أستاذ سالم. صباح الخير دكتورة. ليش ما جبت استكر أنا بعد سالم؟ للحضور يوم بتحضر ان شاء الله. يوم بحضر زي حق الدكتور عطنا من الحين عيال شجعنا شجعنا تحضر يعني تضامن حضوري يعني انت مضمون شجعنا تحضر ان شاء الله. اكيد اكيد انا هذه الفعاليه دكتوره نحرص على على حضورها لان فعاليه جدا جميله فيها الكثير من الاشياء الحلوه الواحد ممكن انه يستمتع فيها من خلال هذه الفعاليه. انا ما بترك الموضوع لك انت استاذ سالم، عطنا فكره عامه عن الحمله، الجهات المشاركة، وشو هي هذه الفعالية بالتحديد؟ وجزاكم الله خير يعني على الاستضافة. الفكرة من طواف دبي الوردي احنا بديناها قبل 4 سنوات في شارع جميرة، معلنا عنها يعني على اساس احنا كان هدفنا توعية الجمهور عن سرطان الثدي بشكل عام، لان احنا في شهر 10 دائما نتكلم عن التوعية لامراض عن مرض سرطان الثدي. فكانت الفكرة ان احنا يعني نوعي الجمهور ونشارك المرضى هذيلا معانا في الفعالية هذه. الحمد لله شفنا فيها نتائج إيجابية كثيرة، وحطينا هدف ان احنا مثلا يكون السنة هدفنا ان نساعد 50 مريض مثلا مثل هذه، او ان يكون في دعم للهيئة او للمستشفى من المستشفيات او مركز من المراكز في بعض الاجهزة الطبية والاشياء هذه. فالحمد لله كل سنة لله. الفكرة يعني تتطور كل مرة يعني يكون عندكم هدف يعني. العام الماضي الحمد لله كانت النتائج وايد ايجابية، كانت مشاركة
التجار وأصحاب اليد البيضاء فيها كان يعني كبير يعني فعلوا دور المسؤولية المجتمعية عندهم في أنهم سووا برامج مصاحبة للمناسبة نفسها وعملوا بشكل ما تكون مزاد خيري جمع تبرعات وغطوا أكثر من 50 مريض تقريبا. لأن الدعم وايد مهم خاصة في المصابين مرض سرطان الثدي يعني فنحتاج الدعم من جميع الجهات وهذا شيء مهم يعني. ونحن أطلقنا صندوق اسميناه غير حياتهم لدعم مرضى الكانسر يعني أو السرطان بشكل عام ومن ضمنه الأمر مرض السرطان الثدي يعني. الفعالية نحن قسميناها أن هي فعالية ثقافية اجتماعية رياضية يعني فيها أكثر من مجال يعني الحمد لله يعني. بس هل يعني هالمرة شو بتكون الفعاليات الموجودة في الحملة يوم الجمعة هذا شو ممكن؟ نحن دائما هي تكون فعالية مشاركة يعني الناس بكل أطيافهم يعني إن كان كبار أو صغار أو يعني حتى الأطفال اللي يكون عوائل موجودة مجرد أن الواحد يشارك يعني أي واحد عنده حب في الدراجات أو عنده هو عائلته يعني حتى أي نوع من الدراجات ممكن أن يكون موجود يعني. فصار أن أحجام دراجات مختلفة أعمار مختلفة وصل أعمار كبيرة في السن وعائلات موجودة يعني. حتى كان في فئات في التكريم عملناها للعائلات كعائلة يعني مشتركة كاملة أو كأكبر مشارك في يعني في الأعمار مثلا. فهي شكل ما تقول أكثر ما تكون احتفالية من أنها تكون مثلا مسابقة فعالية اجتماعية بعد لأن محمود يعتبرها مسابقة يعني دائما يبغي يغلب. لا أنا وين أنا دا أنا لا أنا بالسيكل طبعا. سالم يعني نذكر بالأعداد المتوقعة لهذه للمشاركة مرة ثانية وأيضا أبغي أعرف المسافة اللي بتقطعونه خاصة أن هذا الحدث يتزامن مع تحدي دبي للياقة. ترى نحن إن شاء الله يعني سبحان الله صادف يعني إطلاق الشيخ حمدان يعني له تحدي 30-30 ونحن بعد نطلق تحدي المرض بالرياضة يعني وهذا يصادف يعني إن شاء الله يعني يحفز الناس أن تكون مشاركة ويانا لأنه بيكون من ضمن تحديات الشيخ حمدان يعني نحن إذا تحدينا المرض بالرياضة فنحن هني بيكون شكل ما يقولون المجتمع صحي أكثر يعني وهي أحد أهداف مبادرة الشيخ حمدان يعني. المتوقع أو المسجل لنا الحين يعني طاف 1000 مسجل يعني لنا الحين. الجهات اللي بتكون مشاركة يعني عدد كبير من الجهات منها. وكيفية التسجيل يعني للحملة هذه؟ هو مجرد أنك وجودك أول الصبح لأن نظام التسجيل في مثل هاي المسيرات لازم يكون نظام تعهد يعني أو أنك أنت تخلي مسؤوليتك يعني أو تخلي مسؤولية الجهة اللي تشارك فيها. فمجرد أنك تسجل بياناتك وتستلم مثلا في تسجيل أونلاين ولا بس في موقع الحدث؟ هو كان في تسجيل أونلاين للفرق لأن إحنا موجودة فرق هواة كثيرة فكان في تسجيل هواة للفرق يعني كان أونلاين وما شاء الله عدد كبير يعني الفريق تحصل بالمية والمئتين مسجل في الفرق هذه يعني. فمجرد أن الصبح أول ما بيون بس يستلمون من الساعة كم تقريبا بتبدأ الحملة هذه؟ نحن دائما نطلقها يعني تبدأ الحركة الساعة 7 تقريبا الصبح ممتاز. يعني وتأخذ يمكن ساعة لأن المسافة بتكون داخل يعني في شارع جميرة من خلف السنسيت مول تجمع والانطلاق على شارع جميرة لين برج العرب والعودة احنا السنة شوي زادناها لأن بعض الأخوة طلبوا هذا لا سويناها النص صحيح محمود بدل 30 خليناها يعني نص المسافة لأن في وايدين قال لك نحن بنكون جايين بدراجاتنا في ناس يجون من البر الثاني بالدراجات وايد زين صراحه ممتاز فسويناها لغايه الفندق الفور سيزن اوكي والرجوع للسنسيت مول يعني ما نطلع الجسر ولا ما نطلع ما نطلع الجسر ما نطلع الجسر ممتاز. طيب استاذ سالم يعني كل هذه الفعاليات انا انت ذكرت المكان والزمان وكذا بعد ما نذكر مره ثانيه بالمكان والزمان وكيفيه المشاركه لكن ابغى تفاصيل اكثر عن التكريم بالنسبة للفئات اللي بتكرمونهم أفضل زي أفضل عائلة شو بعد عندكم؟
نحن سوينا العام الماضي كرمنا أفضل تزيين للدراجة وأفضل عائلة مشاركة، يعني العدد اللي هم مثلا الأب والأم والعيال، يعني فكانت يعني السنة شو بسوينا السنة تقريبا ويا الإخوان في تعاونية الاتحاد تقريبا نفس هذه، وفي مشاركة عن طريق الانستغرام وهذا اللي هم يسوون آد وما أدري الأشياء هذه ما عرفنا يعني. بيختارون عدد منهم هذا، وما شاء الله عدد كبير شارك في الفكرة هذه يعني. حتى قلت لي أفضل أو أكبر واحد كان العام الماضي كان كرمنا بعد أكبر كابل يعني أو زوج وزوجته كانوا مشاركين أجانب، كانوا موجودين كانوا مشاركين في هذا كل واحد بدراجته يعني. وهذا نفس اللي قالت عن الدكتورة سلوى الشيخوخة النشطة. أنت تعرفين إحنا نبغي بعد كذلك يعني عدد كبير من المواطنين نبغيهم يشاركون في مثل هذا الحدث. نبغي أيضا الأخوة العرب يكونوا موجودين، لأن معظم المشاركات تكون من الأجانب. لكن هذه الثقافة يجب أن تكون عند العرب كذلك، إن ثقافة الرياضة. ونحن نقول شكل نقول مبادرة الشيخ حمدان حركت الميدان يعني. فنتمنى يعني الجمعة هاي نحن نتوقع إن شاء الله العدد يكون أكثر من اللي نحن متوقعينه في المشاركة هذه، لأن هي بتكون في فعاليات أظني العصر في نفس المنطقة بعد يعني في الكايت بيتش أظني بعد في نفس الاكتيفيتي يعني. طيب نذكر بالمكان والزمان قبل أن نختم معك أستاذ سالم. هو بيكون إن شاء الله تجمع الصبح الساعة 6 في سانسيت مول، خلف السانسيت مول الموقف هناك يكون مهيئ للاستقبال للتسجيل وهذا. بيكون المشاركات من الدراجات النارية، فريق من الدراجات النارية بيكون موجود، فريق من دراجات الشرطة النسائية بيكون موجود. أنا حبيت أشكر مقدما يعني الأخوة في شرطة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي والمرور على دورهم، هيئة الطرق يعني شريك استراتيجي كل سنة، الأخوة في الإسعاف، في الدفاع المدني، في تعاونية الاتحاد، هذه كلهم يعني مشاركين دائمين معانا يعني. فنتمنى إن شاء الله نوصل الرسالة اللي نحن نطمح إن شاء الله. والله يوفقكم أستاذ سالم، ومرة ثانية نشكرك على وجودك ويانا في الاستوديو ونورتنا. ولا تنسون أعزائي المستمعين طواف دبي الوردي يوم الجمعة هذا. شكرا. طيب شكرا لك استاذ سالم بلاحج رئيس مكتب الخدمات الانسانيه والمجتمع في هيئه الصحه بدبي، كان يحدثنا عن حمله طواف دبي الوردي للتوعيه بسرطان الثدي، واللي ان شاء الله بتنطلق صباح يوم الجمعه. هذه دعوه للمشاركه في هذه الحمله لكم مستمعين الكرام. فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل عندنا موضوع اخر وموضوع مهم ما نتحدث فيه مع الدكتور حامد يحيى اخصائي اول طب الاسره والمجتمع في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه، بيكلمنا عن شلل الأطفال. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. عندنا قبل لا ندخل في موضوعنا اللي ما نتكلم فيه مع الدكتور حامد يحيى أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، أن مداخلة من بمصبح. هلا وسهلا فيك بمصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأخ محمود والدكتورة الجديدة ما شاء الله. دكتورة لا بدرية. إيه موجودة معنا. لا بس عشان البرنامج موجود. تحية لأختنا دكتورة ندى الملة. أهلا وسهلا فيك. ويحفظكم إن شاء الله. تفضل أخوي بمصبح. دام فضلكم والله ماشي. أنتوا اليوم شو رمستوا أول الصباح عن الحالة النفسية وشيء لا بقى. عن الأزمات القلبية يوم الواحد يطالع مباريات ولا يشجع بعض الفرق في والانفعال والعصبية يعني بنفس المنطوق هذا اللي هو اللي بوجه من منبركم رسالة شكر لقسم الطب النفسي بمستشفى راشد في الصحة بدبي. اليوم عندهم حملة توعوية بالصحة النفسية في جمارك دبي. والله بالصدفة أنا كنت سمعت من شوي وبعدين قاميت عاد من المكتب، وهذا كان أشوف ما شاء الله الأخوات والإخوان ما شاء الله عليهم بهذا التوعية اللي عندهم قائمين بها بالحملة التوعوية بالصحة النفسية. الله يبارك فيهم.
وهذا ما شاء الله على الدكتوره سامي من الطب النفسي من مستشفى راشد من هيئه الصحه ما شاء الله عليها، والدكتوره فرح والاخصائيين الاجتماعيين دكتور ندى الشيعي ومرضى ما شاء الله عليهم. يعني قاعد اقول لهم شوفتكم انتم هاي بروحها ما بص هذا ما إيجابية يعني هذا إيجابية ومن طرف الواحد مهما يكون ما شاء الله عليكم يا أخي أنت إنسان سعيد وإيجابي دائما ما شاء الله عليك باين من صوتك ما شاء الله عليهم اللي يقول لك يعني إن في تثقيف وهذا الحالات الصحية النفسية اللي موجودة في مستشفى راشد أقول ما شاء الله عليكم شوفتكم ما شاء الله الواحد لو عنده مرض عنده شيء يخوز من هذا الله يبعد عنكم الأمراض إن شاء الله أقول أمانكم إن نشكرهم ما شاء الله عليهم وعلى طيبة قلبهم على شرحهم الوافي وما قصروا جزاهم الله وهاي الشهادة نعتز فيها كلنا هيئة الصحة في دبي والله وشكرا نحن منكم وفيكم الله يطول عمركم شكرا لك ابو مصبح ما قصرت شكرا استاذ محمود حبيبي شكرا. طيب يوم الثلاثاء القادم اليوم العالمي لشلل الاطفال اللي يصيب الاطفال دون الخامسه بالدرجه الاولى واللي انخفضت في نسبه الاصابه عالميا الى اكثر من 99% منذ عام 1988 حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه. طبعا ولله الحمد الامارات خاليه تماما من هذا المرض، ولكن الإجراءات الاحتياطية لابد منها للوقاية من هذا المرض وغيره من الأمراض. طبعا في عندنا برنامج للتحصين الوطني مطبق ومعتمد من كافة الجهات الصحية في الدولة. ما نتكلم عن هذا المرض نتكلم عن هذا المرض مع الدكتور حامد يحيى أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. صباحك الله بالخير دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، هلا دكتور كيف الحال؟ الحمد لله وشكرا. منورنا اليوم في الاستديو. يعطيك العافية. دكتور أولا حبينا نعرف عن مرض شلل الأطفال بما أنه متزامن مع اليوم العالمي لشلل الأطفال، تعطينا فكرة سريعة عن هذا المرض. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. شلل الأطفال من أمراض الطفولة الخطيرة، والأطفال عادة تحت سن 5 سنوات يصابون بعدد من الأمراض اللي تسببها بعض الجراثيم تسمى أمراض الطفولة القاتلة. واحدة من هذه الأمراض هي شلل الأطفال، وشلل الأطفال هو مرض فيروسي يصيب الطفل بفيروس عن طريق الجهاز الهضمي، يعني عن طريق الفم من خلال تلوث الأطعمة وتلوث الأشربة أيضا، وبالتالي هذا الفيروس ينتقل يتضاعف في الحلق في الفم وفي البلعوم، ثم ينتقل إلى الأمعاء ويتضاعف أيضا، ثم ينتقل إلى الجهاز اللمفاوي، ومن الجهاز اللمفاوي ينتقل إلى الدم ثم إلى النخاع الشوكي، فيستقر في النخاع الشوكي ويصيب المادة السنجابية للنخاع الشوكي ويصيب الخلايا العصبية في النخاع الشوكي التي تكون مسؤولة عن حركة العضلات وأعصاب أطراف الجسم وخاصة الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى الإصابة بشلل الأطفال. بشكل مختصر هذه هي فكرة المرض، وهو مرض خطير جدا ونحذر منه، وعلى الرغم من خلو الدولة بشكل كامل من هذا المرض إلا أن إصابة واحدة من هذا المرض تعتبر انتكاسة خطيرة لكل النظام الصحي ليس فقط في الدولة وإنما في كل العالم. دكتور كيف؟ لأنه المرض خطير جدا، معدي، المرض معدي بشكل كبير، والمرض يؤدي إلى إصابة شديدة جدا تؤدي إلى العوق، أن الطفل سوف يعاني طيلة فترة حياته من 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 الشلل التام للأطراف السفلية، وبالتالي سيعيش حياة إنسان معوق إلى آخر لحظة في حياته. ولذلك إحنا يجب علينا أن نتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتفادي حصول حتى ولو حالة واحدة، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما في العالم كله، وهذا ما تسعى إلى منظمة الصحة العالمية. قبل أن ندخل في الإجراءات والتدابير اللي يتم اتخاذها دكتور، خلنا نتكلم عن الأعراض اللي ممكن ذكرت، أنت قلت أن الأعراض خطيرة وممكن يعني تؤدي إلى كارثة وانتكاسة في منظومة الرعاية الصحية، فخبرنا شو هي الأعراض. نعم، لا، المرض هو مرض فيروسي، والأعراض تشمل جزئين أساسيين من الأعراض. الأعراض الحادة التي طبعا هو المرض، فترة الحضانة تمتد من 5 إلى 35 أيام إلى 35 يوم، وبالأفرج مالته المعدل مالته في حدود أسبوعين تطلع الأعراض، يعني من ياخذ الطفل الفيروس ويصاب بالفيروس فخلال أسبوعين تبدأ الأعراض، والأعراض تشمل مجموعتين من الأعراض. الأعراض الحادة التي تشمل أعراض الإنفلونزا اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، آلام في العضلات، هذه الأعراض العامة بشكل عام.
احمرار في الوجه، يعني هذه الأعراض اللي هي الأعراض الحادة اللي تطلع خلال الأيام الأولى من المرض. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الأعراض الطويلة المدى اللي هي تشمل الإصابة الجهاز العصبي من خلال استقرار الفيروس وانتقاله من الأمعاء عبر الجهاز اللمفاوي عبر الدم إلى النخاع الشوكي وإصابة الخلايا العصبية للنخاع الشوكي وظهور الأعراض المتعلقة بإصابة الخلايا العصبية اللي هي شلل الأطراف وخاصة الأطراف السفلية. وإذا كان الإصابة في الجزء الأعلى أي إصابة العصب التاسع والعصب العاشر ما يسمى العصب التاسع والعاشر فتطلع عندنا أعراض إضافية بالإضافة إلى الشلل في الجزء السفلي. أيضا هناك أعراض في صعوبة التكلم وصعوبة البلع لأنه الإصابة تكون في الجزء الأعلى من العمود من النخاع الشوكي. فإذا الأعراض بشكل عام هي جزئين من الأعراض، الأعراض الحادة اللي هي مثل أعراض الإنفلونزا ارتفاع في درجة الحرارة، الصداع شديد، آلام المفاصل، آلام العضلات، ثم هذه الأعراض بعدين تتحول إلى أعراض حقيقية خطيرة. إنزين دكتور، فشو الجهود يعني الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي للوقاية من هذا المرض خاصة في أي في يعني أمراض الطفولة وشكل عام؟ طبعا هذا المرض هو من واحد من امراض الطفوله اللي هي يسموه vaccine preventable disease اللي هو ممكن ان السيطره عليه والقضاء عليه تماما فقط باستخدام الطعومات. يعني الطعومات واحدة من الاستراتيجيات المهمة جدا في حماية أبناء الأطفال، يعني أبنائنا الأطفال وأبناء المجتمع بشكل عام من الإصابة بهذا المرض. إذا ضمننا أنه كل طفل موجود في الدولة تحت 5 سنوات يعني موضوع على الخطة الوطنية للتلقيح بشلل الأطفال اللي تشمل 5 جرعات من اللقاحات منذ بداية ولادتي إلى حد دخول المدرسة، ثم بعد ذلك يأخذ جرع منشطة في عمر المدرسة في عمر دخول المدرسة. إذا ضمننا أنه الطفل مغطى بهذه الاحتياجات من الطعومات فيما يخص المرض، احنا بشكل مطلق ممكن ان نقول ان الطفل محمي تماما ولا يحتاج الى اي شكل اخر. فاذا المطلوب بشكل اساسي هو الالتزام بالتطعيم. يعني بالتطعيم. انزين دكتور، هذه بالنسبة للجهود التطعيم وغيرها، في هناك جهود يعني عشان زيادة الوعي او ان مثلا عشان احنا نوعي الاهل بضرورة تطعيم ابنائهم ضد هالامراض اللي تصيب الاطفال مثلا، في هناك جهود توعية من هيئة؟ طبعا بشكل عام القضاء على المرض يتضمن محاور متعددة. المحاور هذه ممكن يكون واحدة منها التطعيمات، والمحور الآخر هو رفع الوعي الصحي بالمرض وأهمية تفادي المرض، وبالتالي من خلال الحملات التوعوية أو من خلال التثقيف الصحي أو من خلال تعزيز أنشطة تعزيز الصحة. فهذه أيضا برنامج آخر موازي لبرنامج اللقاحات ممكن أن يعني هيئة الصحة لها جهد كبير جدا فيه على مستوى صحة الطفل دون 5 سنوات وعلى مستوى أيضا صحة الطفل بعد 5 سنوات في عمر المدرسة. ففي عمر المدرسة أيضا هناك برنامج توعوي وتثقيفي وكبير جدا ومحاضرات تلقى ويتم عملية توعية بشكل كبير داخل فيما يخص عمر الأطفال في المدارس، وكذلك فيما يخص الأمهات والأطفال في قبل 5 سنوات في المراكز الصحية في كل منشآت هيئة الصحة في دبي، وكذلك بشكل عام في كل مجتمع دبي حتى في القطاع الخاص أيضا. جميل. هناك توجه للدولة وللحكومة في موضوع التوعية في هذا المرض وأهمية هذا المرض وكيفية. وإحنا نسمع عن الحملات التوعوية في هذا الشأن بعد. طيب. يعني يقول الله يبعد هالأمر مرض عنا وعنكم عن جميع المستمعين إن شاء الله، آمين. هل زراعة النخاع الشوكي يعالج المرض، وما هي مدى نسبة نجاح عملية الزراعة؟ شو رأيك دكتور، ولا هذا الموضوع ما له؟ لا هو يعني لا تخلينا نفكر بأشياء متقدمة جدا. المرض الآن الفكرة الأساسية أن نتفادى وقوع المرض. صحيح. الآن إذا وقع المرض طبعا سيعاني الطفل طيلة فترة حياته من هذه الأعراض. في الآن تطورات
جديدة ممكن يساعدون الطفل في موضوع العلاج الطبيعي، في موضوع التأهيل، في يعني ممكن، لكن لم نصل إلى مرحلة متقدمة إلى هذا المستوى، وإن كانت موجودة فهي على مستوى البحوث الآن فقط وليس على مستوى الخدمات. بعيد عن هذه المواضيع دكتور، في الفترة الأخيرة سمعنا العديد من الأصوات اللي تتحدث عن أن التطعيمات هي مضرة، الواحد مفروض ما يأخذ التطعيمات، حد من الناس يقول الأوليين كانوا ما يطعمون وعاشوا وما شافوا شيء، مع أن نحن الأوليين أصلا الأفرج مال الحياة مالهم كان لين 40-45 سنة وتحصلوا ما شاء الله. أنا أقدر أكد لك أنه خلال القرن العشرين واحدة من أهم الإنجازات اللي حققتها البشرية، في واحدة من أهم الإنجازات هي هي التطعيمات. صحيح. اللي استطاعت أن تقلل من نسبة الوفيات، يعني كان البشرية تفقد مئات الملايين، ليست عشرات الملايين، مئات الملايين من الأمراض المعدية، كانت سنويا تفقد مئات الملايين. الآن واحدة من أهم الإنجازات اللي وصلت إلها البشرية هي التطعيمات، ولذلك استطعنا أن نوفر أرواح مئات الملايين من الناس بالحفاظ عليهم من خلال ولذلك أي كلام بهذا الاتجاه هو كلام مغلوط وكلام غير صحيح وغير دقيق وكلام مؤذي، لأنه اللي أثبتت الوقائع والأحداث والدراسات وكل التفاصيل الأخرى خلال 100 سنة الأخيرة أنه إحنا استطعنا أن ننقذ أرواح مئات الملايين من الناس اللي كانت تروح بشكل سهل جدا. يعني كانت البشرية تفقد سنويا، يعني الطاعون يأخذ 100 مليون والكوليرا تأخذ 50 مليون، يعني بسهولة جدا. الآن مع توفر كل هذه التطعيمات استطاعت البشرية أن تحافظ على مستويات عالية من الصحة وتحفظ الكثير من الأرواح من وكذلك من الإصابات ومن المضاعفات الإصابات. فاللقاحات يعني واحدة من أهم الإنجازات اللي لازم نحافظ عليها ولازم نتبناها احنا كمجتمع وكأفراد وكمؤسسات وكحكومات. وعشان شيء هنا دكتور يجي دور التوعية وزيادة ثقافة المجتمع، خاصة في وايد مجتمعات يعني ممكن يفكرون هذا التفكير، وهذا عشان شيء دور التوعية ها وايد مهم. لأن هي مسألة ثقافة، ان الانسان عنده هذا الفكرة ان لا التطعيم ممكن يسبب لي انا المرض، ممكن يعني هالاشياء كلها يعني متداولة في المجتمع، كانت قديما طبعا الحين افضل وايد، بس بعد لب في بعض الناس بعدهم يعني عندهم هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد خاطئ طبعا. في بعض الاعتقادات الخاطئة الآن متداولة، وفي بعض الناس يتداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والآخري، لكن أنا أؤكد من الناحية العلمية في بعض الأطباء يرجون لهذا الموضوع بعد دكتور، ربما يكون ذلك، لكن أنا أؤكد بشكل قاطع ونهائي أن اللقاحات واحدة من الإنجازات الكبيرة جدا اللي حققتها البشرية اللي لازم نحافظ عليها، وكان مردوداتها كبيرة جدا على كل الأنظمة الصحية بالعالم. أنا بس أريد أقول شيء، أنه إحنا 2014 في الدولة نفذنا حملة شلل الأطفال واستطعنا نغطي عدد كبير جدا من الأطفال، لأنه كانت لأنه الدولة الحمد لله شكر خالية، ولكن الخوف أنه في بؤر موجودة في العالم قريبة بعض الأحيان من الدولة، في بؤرة موجودة في باكستان وفي بؤرة في أفغانستان وفي نيجيريا وفي ظهرت عدد من الحالات في سوريا وعدد من الحالات في اليمن، فإحنا يعني قريب علينا ربما يكون، ولذلك نريد نحمي بلدنا بشكل كامل، فنفذنا حملة شلل الأطفال 2014 اللي غطانا بها عدد كبير جدا من الأطفال. جميل دكتور، يعني عندي تقريبا 3 دقائق دكتور، أبغي أخذ قبل أخذ من كلمة أخيرة، أبغي بس أتكلم عن التطعيمات اللي تؤخذ سنويا، منها تطعيم الإنفلونزا، بعض التطعيمات اللي الواحد ممكن يأخذها في زيارة بعض البلدان كذلك طبعاً. عالمين عطنا نبذة سريعة في دكتور. في عدد كبير جدا من التلقيحات، التطعيمات طبعا كلها تقدم في هيئة الصحة، كلها تقدم في هيئة الصحة، التطعيمات تقسم إلى عدد من الأقسام، قسم تطعيمات الأطفال اللي هو البرنامج الوطني الموسع للقاحات وهذا معروف تفاصيله. صحيح. وفي عندنا تطعيمات الكبار اللي هي ترافلر كلينيك في عيادة المسافرين. وفي عيادة المسافرين عادة التطعيمات اللي تعطى حسب الدولة اللي انت رايح لها، بس من أكثر الأشياء اللي تعطى طبعا الإنفلونزا، هو تطعيم يعطى سنويا ليش؟
يعطى سنويا لانه الفيروس يتغير الفيروس فيعطى سنويا. احنا ننصح الناس ان ياخذوه بس بشكل عام الناس خاصه فوق 50 سنه او تحت يعني الاطفال والكبار بشكل اساسي ولا يحتاجوه يعني اجباري المفروض يكون اجباري. زين دكتور في حد يقول لك بعد انا لاحظت عقب ما اخذ تطعيم الانفلونزا اصاب بالانفلونزا عقبها مثلا باسبوعين او عقب اسبوع يعني أعراض إنفلونزا هي هي المشكلة يعني هو من يأخذ تطعيم الإنفلونزا بصير عنده مناعة ضد الإنفلونزا بس على يوجد عدد كبير آخر من الأمراض تعطي نفس أعراض الإنفلونزا يعني فيروسات أخرى يمكن يكون ماخذ فيروس آخر بس تعطي نفس الأعراض لأن هي الأعراض أعراض الالتهابات الفيروسية تبدأ كلها بالصداع والرشح وآلام العضلات وآلام المفاصل وارتفاع درجة الحرارة تقريبا كلها متشابهة. فأنا أقدر أكد لأنه من يأخذ لقاح الإنفلونزا بيكون محمي من الإنفلونزا. هذا سؤال وايد مهم دكتور لأنه أكثر من مرة يطرح في العديد من المجالس. يقول قرأت في كتاب طبي أن من أسباب التوحد هي تطعيمات الأطفال كذلك الزئبق. بسعيد يقول هذا الكلام اطلاقا التوحد ما له علاقه باطلاقا يعني بالمطلق لانه تم تمحيص هذا الموضوع ودراسته والرجوع الى عده مرات لانه صار في كلام عن هذا الموضوع وبالتالي تم يعني استقصاءه بشكل كامل انه ما له اي علاقه بالتوحد بل بالعكس التوحد الان الاتجاهات الحديثه بالتوحد بتقول لها علاقه بجينات معينه او يعني ميوتيشنز معينه طفرات معينه. هو هني دكتور انا يعني ابغي اختم معاك الحوار يا جماعه الخير يعني كميه الانفس اللي تم انقاذها من خلال هذه التطعيمات زين وكمية الأمراض اللي تم القضاء عليها يعني هذا أكبر دليل على أهميته. صحيح. على أهمية الواحد ياخذ تطعيم. فلا تسمعون أن حد يقولك والله التطعيمات مو مهمة ولا التطعيم مثلا ممكن يضرك أو يسوي كم نسبة الحالات اللي ممكن تنظر من خلال التطعيمات دكتور؟ يعني إذا أخذنا الموضوع على مستوى العالم أنا أقدر أأكد لك مئات الملايين ليست مليون ولا عشرة مليون ممكن يكون 100 مليون 200 مليون 300 مليون دفاجة. سنويا ذولا ممكن نفقدهم بدون تطعيمات. صحيح. ممكن نفقدهم إذا كنا هذا الكلام كان موجود في القرن 19 كانت البشرية تفقد في كل موجة من موجات الأمراض المعدية 50 مليون وعشرة مليون وخمستاش مليون يعني في كل موجة تجي تأخذ معها هذه الأرواح كلها. الآن البشرية محمية تماما بفعل واحدة من أهم الإنجازات في تاريخ التطور الطبي اللي حققها الإنسان وهي التطعيمات. شكرا لك دكتور حامد. شكرا لك دكتور حامد يحيى أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع بقطاع الخدمات الرعاية الصحية الأولية. شكرا لك أيمن سرحي. شكرا لك أميرة الغفري وكل الشكر لك دكتورة بدرية الحرمي وإن شاء الله نشوفك الثلاثة الجاي بإذن الله. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.